رونالدو 116 هدف، أرقام تاريخية لنجم الكرة البرتغالية. مرتد الكرة لكريم بنزيما، بنزيما يراوغ، بنزيما يسدد، جول 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 جول. كريم بنزيما يعود بالفرقة المدريدية إلى الأجواء الاحتفالية، هدفان لهدفين. بيب غوارديولا في حاجة للمية، أكيد الريال يعود بثوب الأبطال، يعود بتخلف بهدفين لصفر، كرة مرتدة تسبب فيها بيكي، مراوغة لكريم بنزيما، ونجم الكرة الفرنسية يزور الشباك الكتالونية للمرة الثانية في هذه الأمسية الكروية. المباراة تعرف خطورة كبيرة، الكلاسيكو مشاهدينا الكرام، يدخل الأجواء المضطربة.